موجة جديدة من الإضرابات تجتاح الشوارع الفرنسية للمرة الثانية خلال شهرين. فشل الحكومة في تدارك الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد كان عنوان الإضراب العام والشامل الذي دعت إليه النقابات العمالية وشارك فيه مئات الآلاف، إضافة إلى المدارس والمستشفيات وقطاع النقل البري. هذه الطريقة الوحيدة ليعبر الشعب الفرنسي عن استيائه من تصرفات رئيسه. تتعدد عناوين الإضراب، لكن الأهم بالنسبة للمنظمين الاحتجاج على السياسات الاقتصادية للرئيس الفرنسي والمطالبة بالتخلي عن الإعفاءات الضريبية، خاصة وأن الطبقة العمالية تحمل الطبقة الغنية سبب الأزمة. أنا أؤيد الإضراب على الرغم من أنني متقاعد، لأن الأمور تتجه نحو الأسوأ. كل شيء يجري لصالح فئة معينة من الناس الأثرياء، بينما العمال يواجهون المزيد من البطالة. الإضراب تسبب في تأجيل وإلغاء رحلات جوية من وإلى مطارات باريس، بينما اتخذت الشرطة إجراءات أمنية مكثفة لاحتواء الحدث. الرئيس الفرنسي حاول امتصاص الغضب الشعبي، مؤكدا تفهمه للمشاكل التي يعاني منها الموظفون، متذرعا بعدم امتلاك الحكومة حلولا جذرية في الوقت الحالي، الأمر الذي ضعف من نقمة الشعب على سياسته. لدينا أزمة كما في أي بلد آخر، إلا أن سياسات رئيسنا الاقتصادية والاجتماعية هي التي فاقمت هذه الأزمة. هو تجاهل استياء الشعب ورفض إعطاء إجابات واضحة بشأن تسريح العمال وبشأن وضع سياسة جديدة لتجنب ارتفاع البطالة في القطاعين العام والصحي. ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل إلى نحو 2 مليون شخص، صناعة السيارات المتعثرة، والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها فرنسا جعلت الإضراب يحظى بتأييد شريحة كبيرة تبلغ أكثر من 75% من الشعب. وفي حال استمرار الأزمة المالية العالمية، قد تنتقل عدوى الإضرابات إلى دول أخرى، وقد يكون الآتي أعظم. إيمان عنان.